إذن متابعينا للحديث عن آخر مستجدات الاعتصام في مجلس النواب ينضم إلينا من هناك مراسلنا محمد جبار. أهلا محمد بك مرة أخرى. يا ترى محمد، ما هو الجديد في اعتصام المتظاهرين في مجلس النواب، وهل أيضا يوجد إجراءات تسبق الصلاة الموحدة المقرر إجراؤها غدا الجمعة إن شاء الله؟ نعم، مساء الخير. طبعا الآن تشهد قاعة مجلس النواب أو مبنى مجلس النواب بصورة عامة توافدا من قبل المتظاهرين للمشاركة في الاعتصام داخل مجلس النواب. يعني الأعداد بدأت تزداد في هذه الأثناء، وأيضا بدأت تستعد اللجنة المركزية المنظمة للاحتجاجات لاستقبال قوافل القادمين من المحافظات، سواء محافظات كربلاء والنجف والكوت وأيضا بغداد، استعدادا للمشاركة في الاعتصام أولا، ومن ثم المشاركة يوم غد في صلاة الجمعة التي دعا إليها السيد مقتدى الصدر يوم غد الجمعة، حيث ستكون الصلاة الموحدة. الاستعدادات اللوجستية الآن تجري على قدم الوساق لاستقبال القوافل القادمين من المحافظات كما ذكرت، وأيضا لاستقبالهم هنا في البرلمان، ومن ثم نقلهم إلى مكان الصلاة في ساحة الاحتفالات هناك، حيث تجري استعدادات أكبر واستعدادات لوجستية من قبل اللجنة المركزية للاحتجاجات بالتعاون مع القوات الأمنية أيضا، حيث يتم نصب الأمور الضرورية من أجل إقامة الصلاة، وبالتالي الاستعدادات والاحتجاجات والاستعدادات للصلاة تسير بإنسيابية ووسط إجراءات أمنية من قبل اللجان الحراسة ولجان التفتيش، وأيضا بوسط استعدادات لوجستية. نعم. من حيث الطعام والشراب وأيضا الصحة والخدمات. هنا سؤالي محمد، يا ترى ما هي مستوى الخدمات المقدمة خصوصا بعد توافد اليوم حشود كثيرة من المتظاهرين إلى مبنى مجلس النواب لأداء الصلاة الموحدة يوم غد الجمعة في ساحة الاحتفالات؟ نعم، طبعا الخدمات تقسم إلى خدمات على مستوى الطعام والشراب، حيث هناك قوافل تأتي من بغداد ومن المحافظات متبرعين، سواء من المتبرعين أو من قبل اللجنة المركزية. نعم. هذه القوافل تأتي محملة بأنواع المأكولات والفواكه والثلج، لكنها تأتي وفق جداول محددة من أجل انسيابية الدخول والتنظيم، ويعني من أجل أن تصل إلى البرلمان بانسيابية وعدم حدوث ازدحامات، خاصة في ظل العدد الكبير الراغب بإيصال هذه المواد إلى المعتصمين، وبالتالي هناك لجنة تنسق هذه الأمور. أيضا هناك خدمات صحية تقدم إلى المتظاهرين، حيث هناك مفارز من وزارة الصحة وتقدم الدواء وأيضا أي أمر طارئ طبي يحتاجه المعتصمون، وأيضا هناك كوادر البلدية، بلدية الكرخ أيضا هنا متواجدة من أجل المساهمة بتنظيف المكان أولا بأول، وعدم السماح بتكدس طبعا النفايات أو المخلفات. يعني هنا مساعي من أجل إبقاء المكان نظيفا قدر الإمكان. نعم. من أجل ديمومة الاعتصامات وانسيابيتها. نعم. محمد جبار مراسلنا من مجلس النواب، شكرا جزيلا لك.